ونعود مع القدر والسنن الإلهية. مولانا، هل هناك إذا تطابق يعني تام ما بين القدر والسنن الإلهية، بين الاثنين لا يتغيران ولا يتحولان؟ مفهومنا للقدر أنه علم الله سبحانه وتعالى نافذ، وتنفيذ هذا العلم هو القضاء. يعني ربنا بيقضي علينا، بمعنى أنه وعلم الله ليس هو المكتوب في اللوح المحفوظ، بل إنه يمكن لربنا سبحانه وتعالى أن يمحو وأن يثبت. يعني ممكن جدا أن يكون سني أو معاد موتي في الكتاب اللي شايفاه الملائكة النهاردة، لكن في علم الله أنه مش النهاردة. قم يمحو دي ويثبت الحاجة المظبوط. فحتى الملائكة وحتى المطلعين منهم على الكتاب المكنون لا يستطيعون أن يعرفوا الغيب استقلالا، يعني مش من عنده، لأن الله سبحانه وتعالى عنده هذه الخاصية، وهي أنه يمحو ويثبت، وعنده أم الكتاب. فالقدر هو علم الله سبحانه وتعالى الذي هو أوسع من المكتوب، لأن المكتوب يمكن أن يغيره الله في أي وقت طبقا لإرادته وعلمه السابق في الأزل.